هذا وقد أقامت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حفل استقبال بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية. بهذه المناسبة ألقى سعادة السفير كلمة أكد فيها على العلاقة المتميزة بين مملكة البحرين وأجهزة الأمم المتحدة التي أصبحت ديناميكية أكثر من أي وقت مضى نتيجة حرص القيادة الحكيمة وتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على التنسيق الدولي الإيجابي من أجل عالم أفضل للجميع. كما استعرض سعادة السفير احتفالات وبرامج مملكة البحرين العديدة في هذا العام، ومنها مرور 100 عام على بدء التعليم الرسمي والاحتفال بيوم المرأة البحرينية. أضاف سعادة السفير بأن مملكة البحرين غنية بالتنوع الديني والثقافي وتسمح بممارسة كافة الناس من جميع الأديان لشعائرهم في سلام وأمن وطمأنينة. وبهذه الروح تم إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لمشاركة المجتمع الدولي لممارسة المملكة الرائدة في هذا الصعيد الإنساني الهام. شارك في الاحتفال كبار المسؤولين في حكومة الاتحاد السويسري ووزارة الخارجية وقسم الشرق الأوسط فيها، وممثلون عن مكتب الأمم المتحدة في جنيف وبعض مدراء المنظمات الدولية، وجمع غفير من السفراء العرب والأجانب ومندوبي البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، ونخبة من المجتمع السويسري من سياسيين وفنانين ومفكرين وأكاديميين، بالإضافة إلى عدد من المواطنين المقيمين لدى الاتحاد السويسري.